من الخشب؟ اتفضل. اتفضل يا باشا. ممكن مطر رئيس. فين يا باشا؟ في كوبري الخشب. كوبري الخشب عند مقهى كده. يا باشا تحت عمرك يا باشا. صباح الفل يا رجاله. الناس انا الحمد لله عارفاني على الصحة وعلى الجدع وعلى الجد وعلى السخانة. سخانة؟ ده منين يا باشا؟ من بلاد الكوبري. يا عم احسن ناس يا عم مبرها علينا يا عم. انت يا عم اللي مش عارف مالك يا عم. غرف ده يا عم امشي، غرف ده يا امشي. العالم مفيش حد بقى بيستحمل حد. نام يا اسطى. لا لا يا عم في ايه؟ مالك يا عم؟ ما انا ماشي. ضارب ايه انت؟ ضارب يا عم؟ ما توحد الله. مالك يا عم؟ موحد الله. مالك انت في ايه؟ بس كده ضارب وبتاع. طب ما تاخد بالك من كلامك وحاسب على اللي بيقع منك يا صاحبي. مالك بس في ايه؟ طب ايه طيب؟ ايه العصبية دي ولا ايه؟ يا عم غير فني ده يا انت كمان. بقول للراجل اللي داخل كسر عليا. يا اسطى الاشاره فتحت يا عم. ماشي ماشي انا هو معلش. اخرب بيت ام الاستروكس. خفيف انت على فكره. من اول ما ركبت خلي بالك انت مزولني في حياتي. انا مزولك؟ اه والله. تبع مين انت؟ تبع مين؟ تبع انت تبع الواد عبده مستورو ده. الله باين عليك. عبده مستورو. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه ده؟ معاك يا صاحبي. خد معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. استأذني يا اسطى تقول لي اركب ولا ما اركبش. يا عم الراجل ما الراجل اهو شكله تعبان يا عم على طريقنا. مالك؟ هو يوم اسود باين عليه. يا عم اسود ليه يا عم؟ بتسود النهار ليه؟ ليه بتسود النهار؟ يا عم في ايه يا عم؟ بتسود علينا النهار ليه يا عم؟ عم ايدك بس بقلبك كده في ايه؟ ايه يا عم ده؟ واحدة واحدة بس. ايه ده؟ يا عم انت كنت برشمين بقى. توحدوا الله كده واتكوا على الصبر. شغل بقى برشام بقى ولا حقن ولا استروكس ولا ايه؟ انت تعبان يا صاحبي. خد يا صاحبي خد يا صاحبي. اهلا مسا يا هوب. بقول لك يا صاحبي انا ممكن تضرب لي الحرتين دول يا عم. يا عم طب اليوم المنايل اللي مش معدي ده انت جمروا حراميه بقى وبرشمجيه يا عم. ولا انت من اول مره انت مزوجني ده يا عم؟ بلا اهو بلا ابو بلا اهو. قال انت بتزغط في الوش. تعبيط يا انت وهو انت بتزغط في الوش ولا ايه؟ شكلكم سارقين التاكسي. لا ها هو يا عم اتقل عليا بقى. اتقل هتعمل ايه يا عم؟ اتقل عليا بقى. انا هشوفك بالمعظمه دي. معظمه ايه؟ بالمعظمه ايه يا عيال؟ ولا هشوفك بالمعظمه. انا جبتك ضربوا بلاد دكرور ياد بقى. انا بلاد دكرور ياد. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده يا ابني اقعد اسمع الكلام. اسمع ايه يا عم بوش ده؟ اسمع الكلام. اسمع الكلام. يا عم بس ايه ده؟ بس 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 اتقل بقى. اتقل بس. لا 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 ما تقلقش. اوعى دي هي دي اللي انا عايزها. هي دي. طب اقول لك على حاجه سيبك من دي. خلاص اوعى يا افتح الباب ده. طب اقول لك حاجه مفيش فتح باب انت. يعني ايه مفيش فتح باب؟ انت راجل برنس صعب. لا يا ابو اوعى بس ايدك دي كده. بالاستروكس بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بس من نفسي نانسي. انت فين يا نانسي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا كنا بنهزر. بس 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 احنا بنهزر معاك. تقول لنا نزيع ولا ما نزيعش؟ لا زيع. على مهلك يا بابا. على مهلك. شغل لك التكييف والدنيا تبقى حلوه عشان اكيف لك كده الجو. الله ينور.
حبيبي الجو بقى حر وكده. استاذن حضرتك بس معايا خوكتين بنتين ممكن اخدهم كويسي على طريقه. على طريقه لو اقول لحضرتك والله ربنا ما يحرمني منهم ادب الدنيا واخلاق الدنيا كلها، والله العظيم احترام واحتشام وادب. لو اقول لحضرتك ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح ربنا يجعل وشك انت واخواتك البنات القبول، شقيانين والله العظيم يا بابا عشان تخيل. ما شفتش كده والله، ما شفتش بنات بتشقى عشان خاطر اخوهم الولد. التسريحه اللي انا عاملها دي نوسة اختي الصغيره اللي بتعملها لي، والله مصر كلها بتكلمني عليه. نص مصر بيكلمني على التسريحه والنص الثاني بيعلق نوسة بيسال على مين اللي عمل التسريحه. وبيرو الكبيره، بيرو بقى الكبيره ما اقولش لحضرتك احترم، ما يشوفوش الشارع، شغل ليل نهار، شغل شغل الشقه شغل الشقه. اقول لحضرتك على سر، انت حضرتك زي والدي وعارف ان انت كاتم اسرار، انت ما بتقولش اسرار. اتفضل يا حبيبي. هتقول لحد؟ اتفضل. قول والله ما اقول لحد. طب قول والله. بتحدفني بالله يا ابني. طيب خلاص، ما انت حسين انت راجل جميل وكبير وحلو. اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. عايزين يجوزوني. والله عايزين يجوزين، شوف يعني بيقفوا جنبي في الجواز ويقفوا جنبي في كل حاجه، هم اللي علموني والله العظيم ما بيناموش من كتر الشغل. اهم 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 البنانتي العشاشين، بص ادب الدنيا والله العظيم ثلاثه. بص البنت لابسه عبايه ازاي، بص الثانيه لابسه عبايه ازاي، بص بتاكل لبان علشان تفضل محافظه على ريحه بقها. والله والله العظيم ادب الدنيا والله. ادب الدنيا. عامل ايه يا سماسين؟ حبيب قلبي سماسين، العسل ده. حبايبي 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 والله العظيم لسه بقول لعمو، بقول له يا عمو ادب الدنيا اخلاق الدنيا. عامله زي العصفوره الكناري دي، ربنا يخليك. استنى بس يا عمو، انت عامله زي البطه المزغطه. عارفه يا بيرو لسه بقول له، لسه بقول لعمو ايه، استنى بس خليك معايا يا عمو. انت سخنت ليه فجاه كده؟ انت جبت الزول ده منين؟ مش عارف زول زول يعني، ده زول على الاخر. انت لسه بقول له، بقول له ما شاء الله عليك، وبقول له ادب واحتشام. بص لابسين عبايات بياكلوا البن عشان يحافظوا على ريحه بقهم. ايوه تعالى بس كده يا حاج، انت بتسخن ليه كده؟ ده انت مالك يا حاج؟ نو تاتش. انت فيك صحه يا بابا ولا ايه؟ مالك مالك عايز تتجوز؟ صح طبعا. صحه صحه ايه ده، احنا هنطلع عين. لا والله. بس ايه رايك في ابويا؟ حد يلاقي البط وما ياكلوش؟ انا عارفه. هو حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد هو يعني ينفع حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي الحمام ده او ما يحميهوش؟ اه خليك بقى معايا في الطريق يا بابا، خليك بقى معايا. انت راجل جميل كده زي بابا. ايه يا سماسيم؟ ايه يا قلبي سماسيم؟ شكله في الجعان قوي. ايوه لا يا سمسم، بص سكتك يا سمسم. انا باصص يا حبيبي. ايه ده بس يا عمي؟ ايه اخواتك حبايبي؟ ايه ده يا عم مش باين عليهم حبايبي يعني؟ ايه ده بس انت فيك صحه للكلام ده يا حاج؟ بقول لك عملتوا ايه يا اولاد؟ انا كان متفق معايا على 200، اداني 300 دولار لان اتبسط قوي. طب الصلاه على النبي، وانت ابو طلال عامل معاكي ايه؟ بلا وكسه ده مقرح. مقرح ازاي؟ 200 دولار مش انت كده بتحوري لي يا نوس. لا يا حبيبي انا اقدر العبها. هتلعبيها معايا زي ما لعبتيها معايا في ابو مبارك. انا اقدر العبها معاك. ما بقى ما تحرجيش. بس انت هلعبها معاك. مالك يا بابا؟ في اعصابك سايبه ليه كده؟ مالك مفاصلك فيها ايه اللي حصل لها؟ بقول لك ايه؟ انت مركب الطقم ولا الطقم راح فين؟ لا 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 طبعا. يا بابا ركز معايا بس. الطبيعي يا جدع، ركز في السكه بس. انا مركز في السكه. ركز في السكه. آه. انت منين اصلا؟ لا انا من هنا. من هنا منين؟ من هنا. انت من مصر، ما الكلام ده كلام في الرخيص. ولا معاه دولارات ولا ريال ليه؟ لا انت كده في الرخيص بقى، ركز معايا. انت نازل فين يا حاج؟ انت نازل فين؟ نازل فين؟
مش هتقدر تدفع كتير. يا عم مشيت انا بس مشيت انا عندنا ايه وحبيره ايه؟ بقول لك ايه انت كده سماسيمو. مين بقول لك ايه؟ وريني محفظتك. بقول لك ايه سماسيمو؟ لا شكله مشفر عليه. بقول لك ايه؟ ما تضيعش وقتنا يا سماسيمو. وبعد الليله دي كلها بقول لك ايه؟ هو احنا كل شويه بيقع معانا زبونه بنت انتوايه ولا ايه؟ لا زبون ايه ده شكله اشفر عليه. لما احنا نقفش بقى اللي تجيبه بقى. هتقفش ايه؟ بقول لك ايه؟ انت بتكسيني كده بس انا قاعد. يا ابني اقعد. انت جايب العصب ده منين؟ اوعى كده يا عم. عورتي مين يا بنتي؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك بس المحفظه فين؟ انا ماسك الطاره. الاول خليني مع اخواتك وبعد كده. اخواتي ايه بس؟ انت مالك باخواتي؟ اخواتي دول ياكلوك ناي يا سمسم. دول الله الله الله. الراجل ده باين عليه ايه؟ يا سمسم الراجل ده في ده هيمد ايده من غير فلوس. ده في التوهان خالص. ده في التوهان. بقول لك ايه؟ محفظتك فين بس؟ وريني كده يا سمسم. تعرف الراجل ده؟ بص لي بقى. تعرف الراجل؟ بقول لك ايه؟ محفظتك فين بقى؟ الشغل ده بقى يا ابني. ما تستفزش يا ابني. ما تستفزش ايه بس؟ معاك فلوس ولا لك 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 وفعل ما فيش. بقول لك ايه؟ هتدفع ولا تنزل؟ يلا يا حبيبي الدفع هنا مقدما. ماني تاكس. انت راجل معايا يا ابني. اقعد يا ابني بقى بدل ما اعملها معايا. طلع اللي في المحفظة. يا ابني يا ابني طلع اللي في المحفظة. يا ابني يا احنا لسه بنجي. احنا بنهزر مع حضرتك. ده برنامج. ده مقلب. ده مقلب. ايوه ده مقلب. تعال بس. ده كل اللي حصل. كل اللي حصل ده اتصور. انت لسه مصدق يا سمسم؟ انت فيك حل الكلام ده يا عم؟ طب ما اللي حصل جوه ده المدام تزعل. يا عم خلاص بقى. بس مدام ما راحت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الدماغ. صباح القطه. وصباح انا والطروق. انت جميله. بقول لك ايه؟ اتفضل. احنا ما اتقابلناش قبل كده. مش واخد بالي والله. لا بيت. انت تعرفني توي. معلش مش واخد والله. تعرفني توي. ارجع كده بالذاكره 7 سنين ورا. انا ما كنتش في مصر. ها؟ ما انت ما كنتش في مصر فعلا. ايوه انا ما كنتش في مصر. اما انت هبقت 100,000 جنيه مني وخلعت بدمات. نعم. ده عملنا عليه تمرعي. ايه يا عم؟ انا ركبت مع شمس زناتي ولا ايه؟ بالظبط كده. تمع الزناتي بقى. تمس الزناتي لسه زي ما انت متهتم برايي. ان ايوه انا النسال. انا اللي نسال برعي. ايه اللي مكتوب هنا ده؟ ملع الحرامي. عشان عمري ما هنساك وهفضل غرزك هنا على الدراع. انا فايق يا بيتا. لا يا حبيبي يا سبحان الله. الدنيا بتكلم واحد من امبابا. ما بتكلمش واحد تقول لي مش عارف. لا يا حبيبي امبابا دي على حالك وعلى انا. ده انا حقي يا راجل. يا راجل ده انا جالي الاسطومه. ايه ده بس؟ ده انا جالي الاسطومه في الاول. ايه ده يا عم؟ ده انا حصل لي الياصه منك. طبعا الناس الحلوه اللي بتشرب الاستروكس ولا ايه؟ لا الاستروكس ده انت اللي عملته معايا زمان. وانا بدل احطك في شنطه العربيه. والله ولا تعرف تحطني في شنطه العربيه. احطك في شنطه العربيه. اسمع اللي بقول لك عليه. ثانية واحدة بيتا. هنعرف دلوقتي كل حاجة. انت تعرف واحنا نعرف وكلنا نعرف. ثانية واحدة بيتا. يا دودة. يا دودة. انت فين يا دودة؟ تعال لي يا دودة. مين؟ المعلم. مين دودة ان شاء الله؟ تعالى بس. مفاجأة كبيرة. مفاجأة كبيرة. تعالى دودة. صاحبي. تعالى دودة. دودة مين يا حبيبي يا ابو دودة؟ هتعرف حالا. مين يا حبان يا بيتا؟ سبحان الله. يابا ال 100,000 جنيه مش هحلها. اوعى بس العظيم. على الحرام من جنيه ما هحلها. مرعي. يا مرعي. انا صاحبه. او صاحب. صاحب صاحب اللي مزعل مرعي الحرام. طلعوا لي كل واحد بقى صوره من جيبه كده. بالصوره معايا يا مرعي. ايدك جنبك. بقول لك عشان انا بتروح مني. بتروح مني. ايدك جنبك. يا عم بتروح مني. اسمع اللي بقول لك عليه انت. يا عم اللي بتروح منك كتير. بقول لك عليه.
بتغيب مني خلاص. بتغيب منك وتيجي عندي. اسمع بقول لك على ايه. بص قدامك. بص قدامك. بتروح منك بص قدامك. ايه ده على حالك. اسمع اللي بقول لك على ايه. يا عم بص. طمني اه. طمني اه. انت منين يا ال 100000 جنيه؟ انت بتكلم مين؟ طمني اه. انت عارفين انتوا بتتكلموا مع مين يا عم؟ مع مالي الحرامي. عارف مالي ايه؟ مالي الحرامي. اهو اهو مالي الحرامي. مالي الحرامي اهو. بابا انت هتجوط. انت نطاط يا بيشو. بيشو هات الرئيس جمعه وتعالى لي. رئيس جمعه عاوزوني. ايه ده بس كده بقى يا حرامي؟ تعالى يعني خليكوا معايا عشان انا بقيت اتشلت نصابين. بتحلت انت اللي نضربك. بص قدامك يا ضياع. تعالى لي بسرعه. طب يعني اقول لك انا فين؟ ابعت لك اقول لك انا فين؟ انا هاخدك في الخرابه. خرابه هاخدك في الخرابه. عرفك مين ابو خرابه؟ هات مضيع الوصولات. وصولات ايدك يا ابني. ايدك يا ابني. هتمضي على الوصولات ولا ايه ده؟ يبقى اروح فيه. ايدك بصك. هروح فيه. ايه ده جابك؟ بقول لك عشان ما تغلطش مني. مرع يا حرام. ما تغلطش مني. اوعى تعيش بدورعي والشغل دوت. يا عم شمس الزنات. ايدك بقول لك. ايدك لا 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 انزلوا لي تحت. مرضيه. اوعى انزل منك. هتديني ال 100000 جنيه ولا هقعدك في عيني حرام؟ ايه ايه حركه كده؟ تعمل ايه ده؟ بص مش ينفع كده. طب ينفع كده تضربني؟ ينفع كده حركه ايه؟ مفيش حاجه. احنا بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. بص مفيش حاجه. مفيش بنهزر والله. من هنا. بص بص دي كاميرا. دي كاميرا. دي كاميرا والله. دي كاميرا خفيه برضه. ثانيه كاميرا خفيه والله. كاميرا خفيه والله. عملوا عليها شغل. لا والله ابدا. بنهزر. ركب بتاني وتقول لي ان الشاب برعي مش عارف مين شاب ده. ما هو هزر معاك والله. كاميرا ايه؟ كاميرا خفيه. انت كنت بتهزر. نزيع الحلقة دي ولا منزعهاش؟ حبيبي يا باشا زيع. يمكن حصل يا بيه؟ أنا روح عند البنك العربي كده بعد التقاطع. بس يا بس انت بتهرش كده ليه؟ لا عادي. في حاجة ولا ايه؟ لا لا في تحجي. في تحجي تعبان شوية. لا ألف سلامة. ألف سلامة. حبيبي مثل ربنا يبارك. الله يسلمك. ألف سلامة. سلامتك. 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 ربنا يبارك لك. شكلك أنت حلال يا عم. ربنا يبارك لك يا بس. هنلف ونخش من الشارع ده ولا مش مشكلة عادي يعني. بس مش ملاحظ أنت توفر شوية بتوفرش كتير؟ معلش اختي انا تعبان شويه بس كده. ولفيت على الدكاتره كلها. لفيت على الدكاتره كلها. الطريق وخلاص. كل الدكاتره قالوا لي قالوا لي نوع الجرب اللي عندي دوت نوع صعب قوي. بس مسموعه دي. مسموعه. مسموعه دي يعني متاكد؟ مش عارف يا بيتا. مش عارف جسمي كله بياكل. مش كتير قوي يعني. جسمي كله بياكل. معلش غصب عني. غصب عني تعبان. كمان الدخ. كمان الدخ. يا ده الحظ. يا ده الحظ. لا ده اوفر. اوفر قوي قوي قوي. اوفر اوفر معلش. اوفر بقى. بس حط ايدك هنا كده عليها. لا ما خلاص الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وادي ادعك كده. ربنا يشفيك. ربنا يشفيك. ربنا يشفيك. حك جامد. حك جامد. حك جامد. لا لا خلاص. حك جامد. ربنا يشفيك. ربنا يشفيك. اول يوم باين من اول اصلا. الحمد لله. اقسم بالله انت راجل ذوق. انت محترم يا عم. اصلح حالنا وحالك يا رب. اقسم بالله مسعيك. انت من هنا من القاهره اصلا ولا انا انا من الجيزه. من الجيزه؟ انا من الجيزه. الجيزه وين؟ ناس طيبين. ربنا يخليك. ناس طيبين. جسمي بيقول نماتم. طب لما انت تعبان لسه؟ طب كنت ريحت؟ والله العظيم جسمي بيتقطع. كنت ريحت انت احسن. ربنا بدل ما يكتب الجرب عليك. امين يا رب. ربنا ما يكتب الجرب عليك ولا على عيالك. ربنا ما يسواكش. الجرب 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 هرب. مشكله. الجرب هرب. الجرب هرب من اي حد وجالي. يا ساتر يا رب. ده بلاء من ربنا سبحانه وتعالى. فلا احمد ربنا. سخرتني تعالى حرقت في المسبقين. الحمد لله. والله العظيم هبوط في الزعبوط. احباط تحت البوط. ايه كل ده؟ حاجه كل ده في حاجه واحد جرب. يا عم عايز ما اكونش معدي بس يا اسطى عشان خاطر ربنا. يا عم خليك خليك بعيد يا عم. طب عشان خاطر ربنا ابعد يا عم ولا تبص لي عشان خاطر ربنا. عايزين نوصل بسرعه بس الله يرضى عنك عشان اليوم باين من اول. بس عدي اخويا بس هاخد منه الاكل. اخوك هنا فين؟ انا جعان قوي. جعان قوي. احنا مستعجلين يا اسطى. عندنا ميعاد يا اسطى. عايزين الغدا بتاعي بس بيجيبوا لي يعني. خلاص انت جعان يعني هتموت من الجوع. بيجيب الغدا من الصندوق. ازيك يا منعم يا اخويا حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك يا رب؟ خد الاكل. ازيك يا رب؟ خد جعان يا رب. خد
بقول لك ايه يا منعم؟ اوعى يا منعم تسلم على حد يا منعم. اوعى يا منعم حرام. ايه اللي حصل؟ اوعى يا منعم عشان خاطر ما تعديش حد. الله يخرب بيتك. هم نقعد موعدي؟ والله العظيم هو سلم عليك؟ سلم عليه وبس. لا تحاليلك بقى. تحاليلي ايه؟ تحاليلك. اوعى يا منعم. يا عم انت تعفرت يا منعم. ربنا يوفقك يا منعم. يلا يا جماعه ما حدش يلمسه. خد كل حاجه. يا عم ابعد عني. ابعد عني يا عم. انت ايه يا عم ده يا عم؟ الله يخرب بيتك وبيت يومك اللي اسود ومطين بطين النار. اخوك ده يا عم ايه؟ سايبه ليه يا عم للناس؟ اوعى يا منعم لسه مموت اتنين يا جماعه. اتنين برضه العدو. خلي بالك يا منعم. اقول لك ايه؟ ده انت يومك اسود النهارده ومطين بطين. لما انت انا ما اسالك واقول لك المرض موعد. انا بقول لك المرض موعد. يا عم تضربني في المسك. يا عم ده يومك اسود ومطين بطين. يا عم نزلنا يا عم. ابعد عنا يا عم. ابعد عنا يا راجل. ابعد عنا. بص عليها الطلاقة موت. تموت مين مثلا؟ والله اتفرج كده كده. ما جيت تبلينا احنا يا عم. ميت انا كده كده. انت جيت تبلينا يا راجل. انا كده كده ميت. جبت مين يا عم؟ انت يومك اسود النهارده. اقسم بالله اقف اقف بدل ما اولع فيك. اقف. لما انت موعد ومقرف كده تأذينا ليه؟ تأذينا ليه؟ انزل يا عم انزل انزل انزل. اوعى 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 نزل ايدك. بس هموت. نزل ايدك. بس هموت. ايه يا عم؟ بس هموت. نزل يا نزل يا طيب يا عم. زي ما ايوه مدينة نصر. وماله ست الكل؟ اتفضلي. مدينة نصر ان شاء الله. مدينة نصر يا نايل. اول عباس. اول عباس يعني عند العين كده. اول عباس يا اسطى. عند العين مش عين بس. سين عباس. انت ماشي بخريطه؟ انت اول مره تشتغل سواق ولا ايه يا ستي؟ اعتبريها اول مره. لا مش اول مره. انت كده تودينا في داهيه اول مره. يلا كده اتكل على الطريق. بص قدامك. اتكل على الله مش على الطريق. طب خلص. خلي بالك عشان انا مالك يا اسطى؟ في ايه انت؟ ايه مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه عادي. انت تعبان ولا حاجه؟ لا 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 الله يا ستي. بص قدامك وامشي. طب بص بس بص. ما انا باصص قدامي. بص قدامك وامشي. طب بص بس بدل ما بص بدل ما نروح نروح على الاسعاف. بدل ما نخلي الاسعاف تيجي تشيل. حاول يا ربي. في ايه مالك؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ في ايه؟ يا اسطى بس انت بص قدامك. طيب لا لا حاول الله يا ربي. ماله في ده؟ يا مدام انا باصص قدامي. ده مريض. لا 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 حاول الله يا رب. عليكم السلام. خدني معاك يا صاحب النبي. اركب. بعد اذنك السلام. مؤاخذة اختي معلش. لا لا ولا يهمك يا ابني. مالك انت تعبان صح؟ تعبان يا صاحبي. بقول لك ايه؟ ايه يا صاحبي؟ روح في ايه؟ روح لمس عليك. استر يا رب. يا اسطى يا لا 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 بص قدامك الله يكرمك. يا ستي ما انا باصص. ده يوم اسود يوم ركبنا معاك. لا لا بص قدامك. انا بتصحيني ليه؟ صح صح ما تنامش. حضرتك بتصحيني ليه؟ اصحيك ليه؟ يا ست انا سيبك تموتنا. يا ست العربيه عارفه طريقها. ليه؟ بني ادم عارف طريقه؟ ليه عليها عفريت؟ بتمشي لوحديها؟ يا ست عليها اللي عليها. ما على اللي عليها. انت اللي عليك. ده انت مجنون. انت عليك كتير. عليا كتير. افصل شويه. يا حبيبي بص قدامك يا اسطى. بص قدامك. اقعد ساكت انت كمان. بص قدامك. بس 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 يخرب بيتك. ودي له بيتك انت وهو. بس بص قدامك يا اسطى. بص قدامكم الاثنين. بس بقى بس اسكتي بقى. انا لا اسكت ولا انت تسكت. بص قدامك. بص قدامك. بس انا عارفك. بقول لك انت الثانيه بتاعت سوق العبور. بلا سوق عبور بلا سوق خرا. سوق بص قدامك. بص قدامك. بس بقى ايه. بص قدامك. بلا دي ما انا بص. بقول لك يا وليه ما تفكك مني. فكك وليه في عينك. بص قدامك. ايه ده يا اسطى؟ جايب امك معاك تضربني اسطى. انت سوق وانت سايق. هو لما يجي انت كمان. ما تزغديش عشان ما زعلكيش. خلص انت يا اسطى. بص قدامك. مش هتقدر. اقسم بالله هبعت اجيب السندباد. بص قدامك. ولا تقدر تعمل اي حاجه. هبعت اجيب سندباد. بلا سندباد بلا زفت. يخرب بيتك. ما تقدرش. انا هجيب لك علي الدين. كلمني. ده انت مجنون زيه اسرت منه. انا عارفك يا ولية. انا مش عايز اعرفك سواق. سواق مرايب ب 60 جنيه لما ركبت معاك. مجانين. بص قدامك. بص قدامك. انا سواق.
لنا يا خباتك. بص قدامك كده انت مالك ومالنا. بص قدام انت بتزغودي بس. طيب يا لهوي لا ده مجنون ده مجنون تاني يا ابن المجنونه. بس بس خلاص خلاص خلاص. احنا يا جماعه اسفين جدا جدا جدا. احنا كنا بنهزر معاك يعني. نزيع ولا ما نزيع؟ نزيع. اه طبعا. بسم الله يا فندم. انا لو مش فاضي افضي لك نفسي. حبيبي ازيك عامل ايه؟ نور الدنيا. الله يخليك. بس مستعجل بس عشان واحد. رايح فين طيب؟ رايح مشوار كده قدام اخر الشارع ده يمين. اخر الشارع يمين؟ اه عند الحصري كده؟ عند الحصري. ماشي. مش عادي عادي. هيضايقك بس اعدي اخد اخواتي من البار؟ طب ما طب وصلني وبعد كده ابقى اخد. لا على الطريق والله. بنتين اخواتي غلابه اقسم بالله. احترام الدنيا قلب الدنيا. ابويا وامي ما سابونيش غيرهم. ربنا يخليهم لك. يا رب يديك زي ما اداني والله. شقه ليل نهار يا عيني. الله يعينك. شقه ليل نهار. البنات بتشقى دلوقتي. ايوه بتشتغل. ما هتعمل ايه؟ شغل ليل نهار وما يعرفوش شغل للبيت ومن البيت للشغل. مش شغل للبيت ومن البيت للشغل. الله يعينهم. انت اخوهم كبير؟ انا اخوهم الكبير. بس سبحان الله بيتعاملوا معايا على اني بيبي. يعني بص هم اللي بيلبسوني الصبح. اه يعني هم خلين بالهم. هم اللي بيسرحوا لي شعري. اه زي ابوهم وامهم كده يعني. فا يعني التسريحه دي مصر كلها بتعلق عليها. انا الصراحه تسريحه غريبه بس عادي. دي جميله يعني. اختي نوسة اللي عاملاها. اختي نوسة اللي بتسرحها لي. هي اللي بتسرحها لك. اه نص مصر بتعلق على التسريحه. اه والنص الثاني بيعلق. قصدي بيعلق على النص الثاني من التسريحه. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم اهم حاجه اخواتك البنات يا سمسم. وبابي كان يتك على سمسم مش فاهم ليه بصراحه. هو تقريبا كان بيحب السمسم دايما حتى في المفتقه وكده. بس عادي اهم حبايبي جم نازلين من العربيه بتاعت الشيخ بتاع الدور. بص اهم يا مجرمين يا عسلات بحبكم بحبكم اخواتي الامارات. حبايب قلبي سمسم. حبايب قلبي جميل يا عالف سمسم. حبيب قلبي سمسم. اخبارك ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. سمسم اقسم بالله ادب الدنيا اخلاقي الدنيا وقلت ادب الدنيا. يا لهوي هزار خف الدم. كل حاجه ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش بيعملوه. واكل بياكلوا شرب بيشربوا نوم بيناموا على الحيطه بيمشوا كل حاجه. اه والله بالذات في النوم دي بننام في اي حته. بقول لك ايه يا سمسم عمرهم ما شافوا طول عمرهم في عربيات. في عربيات طبعا طول عمرهم في عربيات. ايوه طبعا طبعا. قالوا لي يا واد يا سمسم مين ده زبون جديد ده ولا ايه؟ يا روحي ده زبون زي السكر وزي العسل وباين عليه ما شاء الله الرجوله. شكله عصب الولع. الواد عصب اقسم بالله. عصب عصب يعني. المهم طمنوني عملتوا ايه امبارح؟ زفت الزفت بلا. لا بقى انا كده ممكن اقلب على الورش التاني وازعل منكم. ولا هي ابدا التاني ولا لا. الراجل مكلمني ومفهمني ان هو اداكوا الابيج والسبايك كامل. مش بنتكلم على الابيج احنا بنتكلم عن المعامله. اه تابع. بقول لك يا بيرو بيرو انا هارش. هارس. اه لان انا كل حاجه اتبعتت لي صوت وصوره. حاجه اللي اتبعتت لك صوت وصوره بقى بيرو بقى كل مره بتنهدي معايا في الحساب. يا عم ما تقرب لي انا بقى. ما تقرب يا عم انت بيرو. اقرب لك ايه يعني؟ امشي شويه يا عم. اللي بتعمل إيه؟ بس يا ريت انت خليك في حالك بلا تقرب لي. ده قافش كده ليه يا عم؟ ده ماله ده يا اختي؟ ما تفهمش خليك قاعد على البنات يا عم. خليهم في حالهم يا عم. هم في حالهم. طب في حالهم ملوش دعوه بيا. امال هم في حالك يا عم؟ وصلني بقى واسكت. اوف عليك. ما تهدى بقى. انا هات. اقول لك ايه يا سمسم؟ انا سمسم. ده انت طلعت سمسم من اللي هو السمسم. ابو مبارك عامل ايه؟ زي الفل. لسه واخد الحقنه. وابو عدنان؟ ابو عدنان سايبان نايم. احين نسيت اقول لك مين كلمني امبارح. مين؟ تخيلي كده. ايوه مين؟ انت يا بنت يا نوسه تعرفي مين يا نوسه؟ ابو طلال؟ يا بنت اللعيب. قال لي البنت نوسه وحشاني وحشاني. قلت له عندها اوردر مشغوله لحد الخميس الجاي. يوم الاحد اللي بعده هتبقى فاضيه. بس فاضيه ثلاث ساعات. كلمه دلوقتي بيحب الخفيه. كلمه. طب استني. ده وحشني قوي والله. لا كلمه عشان انت حبيبه قلبي. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ المره دي مش اقل من 1000 دولار. اه امال ايه طبعا. اه الله يخرب بيتك يا بعيد. انا اللي وقفت ايه يا ابو طلال يا سكاره؟ ما
بقول لك ايه؟ مين معايا بقى وانت وحشها في العربيه؟ البت نوسة عايزه اكلمك. خد يا بت كلمها ابو طلال وادوني تاني. كلمها ابو طلال. ابو طلال لولي حبيب قلبي. ايه يعني يا جدع؟ اخبارك ايه يا واد؟ يا جدع شقيانين. ما انت عمال طول الطريق عمال تقول لي من ربي واخواتي وما بيطلعوش من البيت وشقيانين. احنا ولا ايه؟ وعمال تحكي. دي سجاره يمكن ايه؟ انا ما بشرب سجاير، ما بشربش سجاير. ايه يا سلام ابو طلاليلو؟ ايه يا حبيب؟ احنا في بعض. طب استني بس، بتقول ايه؟ لا ما انت عارف انا ماليش في الخشن ابو طلال. كمان؟ ايه ده؟ عايز تغير؟ طب استنى خليك معايا، والله انت رزقك في رجليك، ثواني خليك معايا. بقول لك ايه، تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ انت عبيط يا دي، اللي اسمك سمسم يا دي، انت مجنون يا دي ولا خلاص يا؟ 1000 دولار يا جدع شيل يا عم. لا مش عايزهم يا اخوي. 1000 دولار لا يا اخوي، خليه لك. طب ما تطلع انت معاه يا اخويا. ما توافق اوعى يا بنت، وانا بوافق. انت عبيط ولا ايه؟ العسل وهيمسكك قوي. لا ما احترم نفسك، انا بقول لك اهو. بلا عصب شكله سعيد. ما تكسلني هنا بلا عصب بلا عصب بلا بتاع. هيخلص معاك في الليل. يا لا يا لا، انت احترم نفسك، خليهم لك يا انا. ما اقول لك ابو طلال، لا لا اخلص معاه واكلمك، اخلص معاه واكلمك. بقول لك ايه، اقول لك على حاجه حلوه. خد يا بيرو، ودي للبت الكوافيره بتاعتك، هتعمل له صنفره وتنضفه وتنضفه. لا انا انضف قبل ما اشوفك يا يا عم. انا هو والله انضف قبل ما اشوفك وهشوف الاشكال دي انت عملته. انا هو اللي عينك ولا ايه؟ اه دي اخواتي ومراتي ومراتي وعيالك. يا انا ما بطلعش من البيت. واحده واحده يا عم، وعدك بس كده. ما انا باصص، ما تبص يا جدع. بص عليا يا سماسيمو، ما تمدش ايدك بس بعد اذنك. الشنب جاي في شنب، مالكش الشنب انت عبط. وشعر السجل جاي يتنطط كويس. السم ده مجانين. ماشي، نعمل له حمام مغربي يا ريت. ولو عملنا له باروكه كمان يا سلام. والقشف ده يتشال، عنده قشف في الحته دي. شيله هو، شيله صدق. اه وشعر صدره ده يتنضف. شعرها شعرها ايدك بس. يلا يا ريت يلا، ما تتجننش. بس ملهاش في الطيب نسيب يا عمر. مش فاهم مصلحتك. ارميها. انت تحترم نفسك عمر. مش فاهم انت تحترم نفسك. هتغلط هقل منك والله. تعالى لي ولا تعرف تقلب. اه يلا، انا لو ضربت بس يلا. احنا هبا ولا ايه؟ بقول لك انت اورن يا انا اورن. والله اورن. ولا انت هجار؟ والله اورن. انا لو طب اقول لك على والله حاجة. والله انت اورني. طب ما تحترم انت نفسك. هم اخوات اورني. بقول لك ايه، بقول لك انا هتزعل عليك. والله هتزعل مني. مصيبه والله. هتنزل من التاكسي بمصيبه. يا لا انت كداب. يا لا انت بيتحرش بيك. ايه؟ ايوه يا لا. صوت يا بنت، صوت يا بنت، بيتحرش فيكي. بيتحرش والله. تتحرر. تيجي لابو طلال ولا تخش على الاسم؟ لا ابو طلال اللي جابه. يلا بينا على الاسم يا حبيبي. يلا يا حبيبي. الكروس دي فيها ايه؟ اوعدك يا دي. طب وريني الكروس. اه خلاص، بس وعدك بلا بتاع. اوعى يا عم بالعيني اللي جابني معاك. الله يخرب بيتك. انت تتحرش بيك يا عم. ايه هركن على جنب؟ والله انت ابويا. يا لا يا بيت. يا لا انت ابويا. انت بتختصر. خد يدي، خد يدي يا ابويا. برافو يا سيف. برافو يا سيف. ومعادك واي معاد تحت امر حضرتك. فين فين معاد يا فندم؟ عند المدام بتاع بابا عبده. يا فت ايه ده؟ ايه ده؟ ده وانت حضرتك اسمك بطه؟ بطه مين؟ حضرتك اتيت من النعالي طيب؟ من المعادي. طب ده سعرت ولا باروتة؟ انت بتسأل اسئلة كتير ليه؟ انت مالك؟ لا عادي بتقل. شخص مستفز بصراحة. بقول لحضرتك ايه؟ رتدي كده معايا شوية، رتدي معايا شوية. هتفتتريني يا بطة. بطة؟ اه هتفتتريني يا بطة. بطة مين؟ ايه نسيت يا بطة؟ لو كنت نسيت اللي جرى نجيب الدفاتر القديمة تتقرا. بطة ايوه انت بطة، عمري ما هنتاكي. بطة
خاطر عمري انت مجنون. لا انا متمجنون. لا انت مجنون. انا متمجنون. لا انا متمجنون. انا عمري مين اللي متخدم؟ انت. هي نفس التتمه اللي كانت بتستنهني بطه، قسم بالله. انت في حاجه تعبك في دماغك؟ لا ما فيش حاجه تعباني يا هانم. ايه نسيتيني؟ نسيتي ال 36,000؟ نسيتي؟ هات معاك وانت داي سمسن، هات معاك وانت داي فستق، هات عين جمل، هات لوز، اصل انا امي بتحب عين الدمل، اصل انا ابويا بيحب اللب التوري. فاكره ولا نسيتي؟ فاكره ايه؟ والله ما هحلك، والله ما هحلك. انت مجنون صح؟ مجنون. 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ تبكى ب 30,000 جنيه. انت متخلف اصلا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا ما تقوليش مش هوطلك. ما تمدش ايدك. بقول لك ما تمدش ايدك. انا مدت ايدي يا حراميه انتم يا ام بطه. نزلني هنا على جنب. مش هحلك الا لما اخد حقك. كده ما تمدش ايدك. مش هوع ايدي. انت مجنونه ولا مين اللي متخلف؟ انت متخلف. قال يعني البت بقى من معادي بقى ايه؟ نسيتي ولا ايه؟ الشخص الغريب ده. يا نهار ابيض. يا بطه الدنيا اتغيرت. انا رسمتك على تندري، رسمتك اهو. انت مجنون. انت مجنون. انت مجنون. نسيتي؟ نسيتي الدق ده؟ رسمت مين يا عم؟ روحت نيل كده. نسيتي الدق ده؟ وريني دراعك. وريني دراعك. انت متخيل عليه؟ كنت تتبع اسمي عليه. ما تقلش ادبك. تمام تمام بت خلاص عشان متعدين نفضل علينا انك في الاسم نتفاهم ونتكلم. في الاسم يلا بينا على الاسم. واحده واحده يا اختي يا سلام. الو يا دوده. تعالى لي بعد اذنك تعدي اخدك يا عم. ده انا داخل عليك هاخدك هاخدك تستناني على نطة الشارع. يلا انت بتكلم مين انت؟ يا بت ماما بت بت كلام كلام بتني دوب. نزلني على جنب. مش هنديلك. بقول لك نزلني بقى مش بيفتح. تعالى دوده. تعالى يا دوده. تعالى بسرعه. ده دوده. تعرفي ده مين اول ما يركب هتعرفيه ايه؟ مين يا مرعي؟ تنسيتي ولا ايه؟ بقول لك نزلني على جنب. دوده بص مين دي يا عم دوده؟ هي ولا بطة. هي بطة. انت متخلفين على الصخر. اه بطة. انت منين بتفهمني يا بطة؟ بقول لك ايه يا جدعان؟ انت كمان على الصخر. هخلي نهاركم اسود النهارده. بطة بطة بطة. بطة عليكم الناس. بطة بطة بطة. ما تروحش كده يا جدعان. مش هحل غير لما قلت اقعد. بقول لك نزلني على جنب. مش هسيبك غير لما قلت اقعد. بقول لك نزلني. انت بتدخل فلوس يا بطة. 30,000 فلوس يا بطة. نزلني. بقول لك ايه؟ نزلني على جنب. طلع على الموضوع. انا هخلي نهاركم اسود النهارده. مفيش انا. وريني يا اخي. بقول لك نزلني. مش هنديلك. انا خلاص خطبتك واخد حقي. نزلني على جنب. نزلوني. خد حقك. نزلوني. مش هنديلك. بقول لك نزلني. مش هنديلك. نزلني هنا. انت في الخرابه هنا. نزلني. بقول لك نزلني. نخلص وناخد حقنا. بقول لكم نزلوني. ما كناش اوبر معاكي وضايقناكي. انتوا ضايقتوني طبعا بس انا مبسوطه ان انا عرفت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في الهرم يا ست الكل؟ عندي كاي رموش. حاضر يا ست الكل. عينك مين؟ اسمعيني. جو حر تقريبا، جسمي كله بياكلني والله العظيم يا ست الكل. انت ليه بتهرس كده؟ تعبان والله العظيم، عندي مرض جلدي، عندي مرض جلدي، كل لفيت على كل دكاترة مصر. قالوا لي ده نوع جرب ما بيروحش. يا ساتر يا رب. اه والله قالوا لي نوع جرب ما بيروحش. بس مسموعدي ما تلاقيش مسموعدي. مسموعدي يعني متأكد؟ لا الحمد لله مسموعدي. بالله عليك. والله عسل السب الصغير ده حبيبي. اسمك ايه ازاي؟ يوسف. تعالى يوسف هات حضن العم حبيبك. حبيبي يوسف تعالى. مالك يا يوسف؟ اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه ده معسل يا ايه ده معسل. ربنا يخليه لك. الله يخليك ويشيل عنك يا رب. امين يا رب. ادعي لي يا ست الكل. يا رب يشفيك ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. مش قادر جسمي كله بيتقطع. يا رب يشفيك يا حبيبي ويشفي كل مريض يا رب. يا ديني. بس انت حالتك صعبه قوي. اه مش قادر والله وبتنقح عليا كده في وقت الذروه. حالتك صعبه. اه ربنا يزيد عنك يا رب. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يزيد عنك. ربنا يزيد عنك يا رب. خفيفة يا ست الكل مسموعه. انت ليه كل الناس بتبعد عني وكل الناس بتعلق جدا والله العظيم؟ معلش انت عارف المرض الجلدي الناس بتخاف منه. خفيفة معلش. اديني المرايه تبعي كده. ربنا يخليك. تمام يا ست الكل. مش عارف اعمل ايه. لازم تجيب علاج. لازم جبت علاج اعمل ايه؟ طب لازم ما تسيبش نفسك كده. جسمك مهري مهري. ايه بص وشك. بص ده منظر. عايز اقطع من لحمي. اقطع من جلدي كده غلط كده. والحر ده عليه. عندي 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 حاجه اسمها البنج السنجول. بنج السنجول في اللبادية. ايه بقى البنج السنجول دي؟ دي راتنجيه صغيره بتحصل في كل 100,000 مليون واحد. سلم يا رب. سلم. العظيم. بص 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 بص
بس انت كده حالتك صعبه قوي. انا كده خايفه منك. هروسي جامد يا حاجه. خايفه منك خالص. خفيفه يا حاج هروسي. خايفه منك. هروسي يا حاج هروسي يا كابتن هروس. هروسي يا كابتن هروس. خفيفه خفيفه. بس بقى. خلاص يا ولاد اخويا بس اخويا بس هيعدي يديني الاكل بتاعي. طب ما جراش حاجه. جعان انا جعان قوي. ما جراش حاجه. جعان اقسم بالله جعان جوع. مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر. هو جاب الاكل هو جاب الاكل. يا منعم يا اخويا. حبيبي حبيبي. عامل ايه يا ولاد؟ ما تسلمش عليا يا منعم. امسك يا منعم. اوعى يا حاج. ليه اوعى يكون سلم على حد. سلم على ابني. سلم على ابنك؟ عنده مرض معدي. يا نهارك اسود. خلي بالك يا حاج يا منعم. انت جبت لنا العجوه. الله يخرب بيتك يا شيخ. الله يخرب بيتك الواد عبد الجارد. خلي بالك انت الواد جارد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك. ربنا ينتقم منك. حللي لابنك. ربنا ينتقم منك. يا جربان يا معفن. يا جربان منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى اوعى ده انت ظالم. انت ظالم ما بتعرفش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسكت. اوعى يا جربان. اوعى يا جربان. يا جربان يا معفن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هات الموسيقى وانزل يا. زي الحلقة دي ولا من زيها؟ بعد ما تعبتنا كده. انت شوف واحد جربان وعمال تضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين في العربي يا باشا؟ شارع خاتم المرسلين. ماشي. خاتم المرسلين عند قاعة السيد درويش؟ عند أكاديمية الفنون كده. عارفها؟ من شكلك فنية. ان شاء الله عليك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. بس احنا يعني في المسرح وكده يعني على قدنا يا عم. ربنا يرزقك يا عم ويكتب لك. في ايه؟ يا باشا مش عادي يعني. طيب ماشي. هو ممكن بس بسرعه شويه معلش عشان متاخر. بس معلش باشا انا ما اقدرش. زوبه بديها الاوردر تتنفذ لوحدها. طيب ماشي بس برضه يعني سرع شويه. اديها اوردر ان هي تسرع شويه. معلش زوبه شدي شويه عشان الراجل مستعجل. يا ريت يعني. خلي بالك انا عارفك. عارفني منين؟ شكلك فنان. لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم هو انا فنان ولا نيلة. بس بالله عليك خف شوية. صباح الفل. يا عم ما تسيب الناس في حالها واتكل على الله. بس انا عرفتك وعجيبك انا. ماشي. عرفتني فين بس؟ انت فنان. باشا الله يكرمك يا باشا. انت نمت يا عم. اتكل على الله يا عم. يا عم ما انا متكل على الله يا عم. امال انا متكل على مين؟ انا لو نزلت مشيت ابقى اسرع من كده. الله يكرمك مد شويه. بس انا عرفتك وعجيب. يا عم ما تجيبنيش يا عم. يا عم ما تجيبنيش. انا اخر انا اول مره كبت تاكسي واخر مره. انا عجيبك بالمعظمه. ايه ده؟ انا جبتك المعظمه جابتك. هو بعين اقسم بالله انا عرفتك. انت تبع مين؟ لا 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 ما توقفش ما توقفش. على فين؟ اركب اركب. معاك في اي حته بقى يا شيخ. مالك؟ السلام عليكم. مالك؟ تعبان يا صاحبي وربنا. يا عم وماله؟ خد مني. احنا مسا عليك يا صاحبي. طبق. بتعملوا ايه يا عم انت؟ تعبان يا باشا. يا عم ربنا يشفيك. هو انا امك؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تقوم يا عم. انت عامل جلب ليه من ساعه ما ركبت العربيه؟ مستعجل والله. عندي مشاوير. لا اله الا الله. محمد رسول الله. انت جاي تسلم هنا في ايه؟ مالك يا صاحبي مالك؟ لا يا باشا ايدك جنبك. الله يكرمك. لا خلي ايدك جنبك يا باشا. خلي ايدك على الدركسيون كده واتكل على الله. خفها يلا خفها. روق على حالك. لا انا مروق. محدش عارف يعمل معايا حاجه. قلت منك. انتوا مجانين؟ طب تعالى صاحبي بقول لك ايه؟ ايه؟ انت بحبك يا نانسي. نانسي مين؟ انا بحبك يا عم. مش نانسي يا عم. اوعى يا عم. اوعى يا عم. اوعى يا عم. اوعى يا عم. بحبك يا نانسي. انت رايح فين البنطلون؟ بحبك يا نانسي. اوعى نانسي. اوعى يا اخي. بحبك يا نانسي يا عمي. نانسي.
اوعى يابا. اوعى يا نانسي بحبك. لا بس نانسي بقى بلا ده. ايه ده؟ طب ليه كده بقى؟ طب ليه كده؟ لا طيب بنهزر معاك احنا بنعمل معاك مقلب. ايه ده انتوا؟ احنا مقلب 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 ايه يا عم؟ لسه مفيش حاجه. الكاميرا خفيفه. الكاميرا خفيه ايه يا عم؟ اوعى يا عم. روق روق روق. اسمح لنا نذيع الحلقه. ماشي نذيع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، هتديني بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البر. اخدهم معايا. اخواتي من الدور الدور الدور. تمام عايز اخدهم في طريقنا باذن الله يا باشا. ربنا يديلك بس هدف الدنيا، اخلاق الدنيا. مفيش تربيه كده. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح روح يا سمسم. ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات. امين يا رب. ادب احترام شطاره. والله يا باشا سبحان الله هم اللي بيلبسوني وياكلوني ويشربوني. يعني انا اقول لك التسريحه اللي انا مسرحها دي اختي نوسه. اختي نوسه اللي عاملاها لي. والله والله يا زين نوسه نوسه اختي عسل. اختي سنتوت. الناس كلها بتعلق على التسريحه. نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نوسه. اه بيعلق قصدي اقسم بالله شقيانين ليل نهار. اوردرات 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 شغل لما يا عيني. والله يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يتجوزوك. هم بقى انت فاهم اخوهم الوحيد وكده وهم عايزين يتجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي. شلبيه شلبيه جارتي كانت عامله اياميها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعد في كازابلانكا في العراق. فهم البنات العسلات اخواتي. هم دول اخواتي الامارة. بص الادب بص الاحترام بص الاحترام بص الادب. اقسم بالله اقسم بالله بص الادب بص الاحترام بص العبايات والاحترام والادب. والله العظيم ثلاثة ادب الدنيا. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا سمسم. يا روح قلبي يا قلبي. اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجة. انت كمان وحشت اخر 98 حاجة. طب والاثنين راحوا فين؟ خلاص انا اقول لك فين. اقسم بالله ادب الدنيا. والله ده باين قوي. والله باين باين. اقول لك على حاجه. طيب اقول لك على حاجه. اقسم بالله الاثنين شقيانين. ايوه طبعا ده باين عليهم الشقاوه. من كتر اخوك. انا عايز افهم بس عايز افهم. انت دول اخواتك؟ اخواتي. مالك؟ دول اللي عايزين يجوزوك. شبهه صح؟ احلى دي نوسه. دي نوسه ودي بيرو. طبعا انت احلى من نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها. دي نوسه اللي عملت لي التسريحه. انا اللي بيرو. بيرو انا اللي مسرحه وهو اللي مسرحنا. خلاص يا بنات انت وديني طريقي بس ما ملخص الدنيا دي. خلاص يا بنات انا في الكلام اللي انت بتعمله ده. الكلام خلاص خلاص انت وديني طريقي وخلاص كده. صح خلاص احنا رايحين طريقك. ايه يا ابو تمالي يا عسل؟ معلش سؤال كده بعد اذنك. حسبت البنت نوسه ولا لا؟ حسبتها. حسبتها صح؟ ما تسيبنيش يا اخويا. والله حسبتها 200 دولار. والله كدابه. طب هو 200 دولار ده رقم؟ ما احنا كنا متفقين على 500 وخلاص. يا دوب تجيب بيه السجاير. 200 دولار ما عجبتكش ازاي؟ لا ابو طلال انت مش شواف. لا لا مش شواف والله. ابو طلال بقول لك ايه؟ ده والله ده فرنساوي. والله شغل فرنسي فعلا. ما عندوش حق. عادي يا اخويا. ثواني يا باشا ثواني بعد اذنك بتكلم في التليفون. ايه ده ابو طلال ده من امتى ده؟ من امتى ابو طلال؟ من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك ايه خليك معايا. تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ يا جدع اوردر يا جدع. ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ انت يا جدع 1000 دولار يا جدع. انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان. 1000 دولار 1000 دولار. بقول لك ايه انا ماليش دماغ ليك. مع اني مالكش دماغ. انا خلقي في مناخيري. يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يبقى ليه؟ يا عم سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت انت عضلات يعني؟ عضلات بس انت كده شويه ولا ولا. بص قدامك يوم
عسل، لا عضلات ودنيا وهيعجبك. انت بقى احترم نفسك، عنده شويه حاجات كده هيظبط شعره وينسف. اظبط انت كلامك، هظبطهولك عشان ايه؟ هبعتهولك نجيب، مش هقول لك تاني، هبعتهولك نجيب. انت ديرو هتدي معاك البنت المغربيه كلمني وايدك جنب، كلمني وايدك جنب، شنب وده وشعر شنب ايه بس، وهيطلع معايا ابو طلال. يلا خلاص انت مش هتريد، بس كده ايدك جنبك عشان ما تضحكش. ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما تضحكش. اقول لك ايه، مالك قافش كده ليه؟ ده هتحلمه. حد يقول للرزق الف دولار، ده بدايه كلام، افهم مني. ده مثبت العقل في الراس. الف دولار ده بدايه كلام. يابا خليهم لك. انت راجل عيوان داخل على وش جواز واخواتك دول. اسمع بس انت من رايح خلاص، مفيش مشاكل. اخواتك عايزين بتاع مالك عامل كده ليه يا ست؟ انا عامل ايه؟ برافو عليك. اقول لك يا عم، بس بص انا ما تبصش للبنات، ما تبصش للبنات. عيب عليك اللي انت بتعمله. جاي لابو طلال ولا مش جاي؟ يا عم ابو طلال مين اللي بتعمل يا جدع؟ انت صوت يا بنات، انت بتغتصب البنات. اقول لك ايه، انا دي رايحه بتحرك اخوات البنات. انت بتتحرش يا متحرش يا جنسي كده، هتخليني بص اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها. انت ما تعرفش تعمل حاجه، ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخوات. يا عم اخوات بقول لك انزل لك فين؟ مفيش نزول يا عم. بنت صوتي يا بنت، انزلي بس انزلي بس عشان بس مذيع ولا مذيعش يا عم؟ اقول لك ايه بس، ليه يا عم؟ على فين؟ نازله الحسن. طيب خالص. لا لا عادي، بتمن لما تقله، بتمن لما تقله عليكي. لا انت حضرتك، لا لا يمكن، لا انت انا عارف، لا انت انا عارف. انا ايه؟ انت بطه. لا انت بطه، انت تيني. انا اعرفك اصلا. تعرفيني، تعرفيني تويت قوي. انت ومامتك ام بطه. ايه انتيتي ولا ايه؟ التلات اربع تنين اللي فاتوا خلوكي ما خدتيش بالك مني. قعدت ليه؟ عشان انا ما اعرفكش اصلا. لا تعرفينيش، ما انت اكيد عمرك ما هتقولي انك تعرفيني. شارب حاجه؟ لا انا متلف حاجه. طبيعي يعني. انا طبيعي. التبكه، فاكره التبكه؟ ايه يا بطه؟ فاكره الدبدوب؟ الدبدوب اللي كنت بجيبه لك من اتنين ونط وتعالى بط. ايه نتيتي ولا فطرت؟ لا لا يا حبيبتي افطرت. لا انا متاتت وانا تيبت. ايه التبكه بتاعتي فاكراها التبكه؟ لا مش فاكره التبكه. متتع 3 جنيه اللي خدتيها انت ومامتك وهربتوا واختفيتوا من منطقه عشان 9000 جنيه هنهرب ونسيب المنطقه. ده اللي حطت بالضبط. اتغنيت طيب؟ الحمد لله. طب لو سمحت بعد اذنك وصلت من توكيت. وصلت من توكيت عشان انت شكلك عبيط، وهطلب لك حد كده يجي لنا يقف على الطريق. لا لا لا، الطوب اللي انت عداه انا والله ما هحلك. شكلك عبيط. لا انا متعبيط. لا عبيط. لا انا متعبيط. انت بطه وايه؟ ايوه انت بطه وبتحودي ومتهتيبك. ده الدنيا اتغيره. ايه ده؟ الدنيا اتغيره قوي. لا مش صغيره. اقسم بالله الدنيا اتغيره. انت فين؟ شكلك عبيط. الو. شكلك عبيط. يا جوده. تعد اعدي عليك يا جوده. طب كويس انا قدامك، تعالى 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 تعالى. حد يقف لي على الطريق ياخدني عشان في حد. ارتب يا دوده. ارتب يا دوده. ازيك يا مرعي؟ ايه يا دوده؟ عامل ايه يا مرعي؟ حبيب قلبي. اخبارك ايه يا حبيب قلبي؟ انا اتربطت كده وراك يا دوده. دي مين ليه؟ مين؟ بط كده؟ مين؟ هي بطه؟ بطه. جبتها منين دي؟ سبحان الله الدنيا اتغيرت يا جوده. حرام عليك، ده انت قلب عليها الدنيا. انت فين يا ظلمه؟ انت كمان مجنون. انت فين؟ حرام عليك، الراجل لف الدنيا عليك انت وامي. حرام عليك يا ظلمه. انا اتدوخت وسميت بنتي بطه. ده الراجل رسمك على ايديا، على دراعي، على دراعي. بطه. هي دي بطه؟ يا بطه بقى اهي اهي. وعلى صدره اهي. ولا بطه ولا وزه؟ طيب ولا بطه ولا وزه؟ فلوسي خلصت على حب العديد. فاكر يا صاحبي؟ على حب العديد وعلى افلام محمود عبد العديد وعلى مسلسلات احمد عبد العديد وياسمين عبد العزيز واي حاجه اخرها عزيز. يا نهار ابيض.
احنا متمدنين. انا ليا عندك تابته التابته بتاعت اللي عندك متعتبها. فين الشبكه دي؟ التابته انت ام سرقتوها. اتعصب عليك يا حراميين يا سرعيين. بطل انا بقول يا مرزوق. امال بطل مين؟ ليا. ليا؟ يعني انتوا كنتوا دافنينها توا من الاخر. شكلكم مدنيين. شكلنا مدنيين. بلوتي هاخدها يا اما ذهب يا اما مدوهرات يا اما انت فاهمه بقى. انا متحلت النهارده. انا هاخد الذهب اللي معاكي. خد يا صاحبي اللي انت عايزه. اعمل ميه نار ادلقها في وشها. دي ميه نار ادلقها في وشها. الذهب اللي معاكي. الذهب اللي معاكي اقلعيه. اللي انت كنت جايبه لي ابدا. اللي هو امتى بقى ده؟ اللي انت كنت بتحلم. اطلق ميه النار في وشها. ميه النار دول مش هتنزلي يا الحصه دي. عندك موبايل. موبايل ده هاخده. هات الموبايل ده. قال لها الشعر. لا انا الساعه دي بتخربش. دي بطه بقت بتخربش. يا انا بتقطه ما بقتش بطه. ده الراجل رسم على ايديا. ده انا رسمها مين؟ ده انا رسمها اهو. ده انا رسمت اهو. بص البطه عامله ازاي. والبوز هو هو البوز. البوز يا بوز. انا هخطفها بس مش هتنزلي. انا هخطفها. اذبحها اذبحها. خد منها فلوتها. سبته عصب. سايبنا اعصابك بس انا حاسك في اعصابك هاديه. لا انت واحد بيخطفك ومش عارف انت مالك هاديه كده ليه. أنا ده يا ست الكل ولد ايه ده عسل يا كابتن. ازيك عامل ايه؟ كويس. انما ان شاء الله انت شبه لعيب كوره عسل. انما ان شاء الله الجو حر قوي. الجو حر النهارده. الجو حر سخن. حاجه غريبه فظيعة فظيعة. جسمي جسمي اتقطع. جسمي اتقطع اقسم بالله. مش قادر مش قادر. انت في البحر ما بتروحش عشان ما بتعرفش يعني. عادي بقى اعمل ايه؟ والله العظيم لفيت. اه خدت علاج. لفيت على الدكاترة كلهم اقسم بالله. كل الدكاترة قالوا لي نوع الجرب اللي عندك ده ما بيروحش بسهولة. بس جرب؟ جرب ما بيروحش بسهولة. عندي جرب بس ما بيروحش بسهولة. بس مسموع دي ما تقلقيش. مسموع ازاي يعني مش مصر؟ لا لا جرب مسموع. لا ما تقلقيش خالص. لا لا الحمد لله. والنبي كابتن ورس لي الزهر. ورس لي الزهر. لا 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 معلش. لا عادي ما فيهاش حاجه والله. مسموع لا 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 يعني ايه؟ طب ورسولي ورسولي انت اختي. انا هرشلك؟ معلش خليه هو. طب يورس عشان مش قادر. انت مجنون؟ معلش انا بحاول والله العظيم. لا بتحاول؟ بسيب يا اخواني. بتقطع اتعالج الاول. نظف نفسك. بنضف نفسي والله العظيم. وبعد كده بس حمى ست مرات في السنه. باين في السنه. اه ست مرات في السنه. بس باين عليا. لازم يحصل لك الوباء ده. الوباء ايه؟ وباء جسمي بيتقطع. لما انت جسمك كده بتوقفنا ليه وبتركبنا معاك ليه؟ انا مش قادر. خلاص اركننا على جنب ننزل. صبور في داهيه. يا ست دوري في داهيه هنا وصلت مسوارك. يعني معنى ان انا تعبان ما انزلش اشتغل. اكل عيالي منين؟ اعمل ايه؟ حرام عليكي. طب ما تتعالج الاول وبعد كده انزل. ستي اتعالجت. لفيت على الدكاتره في كل حته في مصر. بيت على دكاتره مصر. طب بعد اذنك ما تلمسناش خالص لحد اما نوصل. يا ست انا لمست حد فيك. انا بقول للراجل. طب لو سمحت ما تلمسوش. بقول لك ما تلمسوش. يا ست انا عايز الراجل. لا لا الموضوع. انا عايز الراجل ده. اعمل ايه؟ راجل مين؟ لهروس لي. لهروس لي. اهرش لنفسك انت. عايزين تهرسوا لي؟ طب هرس لك انا. بقول لك وسع ايدك من على الولد. يا ستي انا وسع ايدك من على الولد. طب اعدي اعدي اجيب اكل من اخويا عشان انا جعان. اخويا جايب لي الاكل. معلش. يا منعم يا اخويا. ايه عامل ايه يا منعم؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ خد خد يا منعم. يا منعم اوعى يا منعم تسلم على حد. يا منعم اوعى تبوس حد. يا منعم يا منعم حرام عليك. انت اربع حالات في المستشفى بسببك. يا منعم اوعى يا جماعه كل سلم على حد او باسه. سلم على الولد ومعمال يمسك فيه. سلم عليه بس ايه؟ حلليله. سلام يا منعم. قلت لك 100 مره يا منعم. ولاد الناس يا منعم. حرام عليك يا منعم. لا 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 شكرا. لا لا بقول لك ايه. نزلنا. استنى اقف. نزلنا هنا. احنا هننزل. انا بقول لك انا عايز انزل. من السرقه والسرقه. بقول لك مش عايزين نوصل. مش عايزين نوصل. الحمد لله. احنا هنا بس عندنا كوبر. مش عايزين حاجه. بس خليك انت في مشوارك. جرب مرض ولا تختار.
بقول لك كفايه هنا احنا هننزل. لا لو سمحت بقول لك كفايه هنا احنا هننزل. بس نزول مثلا بقول لك اركن هننزل. هنزلكم. ايه مش هتنزلنا دي؟ عمالك فضيحه وصوت ولم عليك الناس سواتي كلها. سواتي مش كفايه القرف اللي احنا فيه؟ كده كده غربان وميت. يعني انت عايز تموتنا معاك؟ كلنا. انت مجنون؟ بقول لك اركن اقف على جنب. انت عايز تموتنا معاك؟ بقول لك اركن اقف على جنب. انا موتكم. انا مش هموت لوحدي. هفتح العربية. هموت لوحدي غربان. هموت لوحدي. انا مش هموت لوحدي غربان. نزيع الحلقة دي ولا ما نزيعهاش؟ زح. نزيع؟ جرب. بس ما تعديش حد.